نيجي للنادي اللي بعده اللي هو نادي ريال مدريد. يعني صراحة صعب إننا نتكلم عن النادي هذا، وسواء حبينا هذا النادي ولا كرهنا ما نقدر نقول عن هذا النادي إلا إنه أسطوري. هني عندنا ريال مدريد. يا جماعة ما نقدر نتكلم، هذا ريال مدريد. الريال 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 ملكي سحر العقول وملك القلوب، همس وتساءلوا ثم قالوا لماذا أنت بطل؟ قال أنا ملك. قالوا كيف تعرفون أسرار القارة؟ رد المرينج يا راسي ربان هبلوا اتسالوا سالوا كيف أسرت كأس الأبطال؟ رد المدريد قائلا أنا الأصل والباقي تقليد.